وهذا بالضبط يا رامز السؤال الذي أنقله إلى أحمد جرادات في الجليل الأعلى. أحمد، إذا مزيد من الصواريخ كما أفاد رامز تنطلق من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، والسؤال كما طرحه رامز وأكرره، ماذا ستفعل إسرائيل أو كيف ستتعامل مع هذا الوضع؟ يعني هناك حالة من التحريض من قبل الإسرائيليون ومن قبل أيضا وزراء وأعضاء كنيسة باتجاه لبنان في الأيام الماضية وفي هذا اليوم حتى. أيضا قال وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق فيكتور ليبرمان، والذي هو يجلس في صفوف المعارضة، إلى أن الحكومة الحالية حولت عيد نزول التوراة إلى عيد نزول الصواريخ على سكان الشمال، في وطالبها أيضا وطالب الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة. هناك عدة هجمات تحدث بين الحين والآخر، يعني حاليا نشاهد دخان يتصاعد من داخل مزارع شبعة المحتلة، على الأغلب هذا بفعل الاستهداف الأخير من قبل حزب الله نحو موقع رويسات العلم في داخل المزارع أو في بالقرب من تلال كفر شوبة، وهذا الدخان الأسود يتصاعد حاليا من تلك النقطة، إضافة إلى عدة هجمات تحدث حاليا على الحدود، منها أيضا ذوي صافرات الإنذار في الدقائق الأخيرة في منطقة ميرون أو منطقة جبل الجرمق، والتي استهدفت صباح هذا اليوم برشقة صاروخية مكونة من 70 قذيفة أطلقت من لبنان نحو الموقع العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى. وعليه كل ما يجري حاليا على الحدود الشمالية هو يدفع نحو مزيد من التصعيد الإسرائيلي، مزيد من القصف أو محاولة استهداف مواقع في العمق اللبناني. في الرد الأولي للجيش الإسرائيلي يقول بأنه استهدف منصات لإطلاق الصواريخ استخدمت صباح هذا اليوم في منطقة ياطر وفي مناطق أخرى في الجنوب اللبناني، إضافة إلى ضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله وقيام قوات من قوات الإطفاء بالتعامل مع عدة حرائق في الشمال، وذلك بفعل سقوط الصواريخ وبفعل الجو أيضا وشهر الصيف والجفاف في هذه المناطق. كل هذه العوامل تؤدي بالنهاية إلى اشتعال الحرائق في المناطق المليئة بالأشجار، وهذا ربما ما يدفع نحو مزيد من التصعيد، في ظل أن الصور التي كانت في كريات شموني الأسبوع الماضي شهدت يعني حالة من الغضب الإسرائيلي والغضب الواسع. إذن نتحدث عن أكثر من 170 صاروخا منذ صباح هذا اليوم، عن أكثر من 11 عملية نفذها حزب الله، وعلى ما يبدو أن العمليات ستتوالى وفقا للتقديرات الإسرائيلية، والقيادة الشمالية هي في حالة تأهب بحسب صحيفة معاريف. أحمد، هذا الغضب الإسرائيلي، هذا الوضع المتصاعد أكثر فأكثر كل يوم وبانتظار مزيد من صواريخ حزب الله وهجماته، هل يضغط على الحكومة الإسرائيلية نحو تصعيد في لبنان مثلا أم لا؟ قد يقول قائل أنه علينا أن نتوصل لحل ما مع حزب الله. هذا يعتمد على قدرة بنيامين نتنياهو في لجم ائتلافه الحكومي الحالي إذا وفي استجابته للمطالب الأمريكية. إذا استجاب نتنياهو لمطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهذا يعني أن لا تصعيد قد يحدث على الحدود الشمالية. ولكن إن أراد نتنياهو أن يقوم بهذه العملية، فهذا يعني أننا ربما سنذهب إلى عملية محدودة أو حتى عملية واسعة وحرب واسعة على الحدود الشمالية، قد تبدأ باجتياح للجنوب اللبناني وفقا للتقديرات الإسرائيلية، وقد تصل أيضا لحرب واسعة وإقليمية إذا ما دخلت إيران على الخط. وعليه في إسرائيل حالة التحريض واسعة، وقد تستجيب الحكومة الإسرائيلية إلى هذه الأمور. ولكن كان لافتا أن تذكر صحيفة معريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي كان متوقعا أو يتوقع مثل هذا الرد، في ظل أن الشخصية التي تم اغتيالها هي شخصية بارزة وهي أعلى شخصية يتم اغتيالها منذ بداية هذا التصعيد في صفوف حزب الله، وعليه التوقعات حتى باستمرار الرشقات الصاروخية في الساعات المقبلة وعدم وقوف الأمر عند هذا الحد. حزب الله أعلن عن استهداف أيضا موقع أو مصنع لرافائيل، وهي شركة للتصنيع الوسائل القتالية الإسرائيلية، حتى اللحظة لا تعقيب إسرائيلي، ولكن في هذه الشركة توجد عدة وحدات من بينها وحدة الصواريخ ووحدة أجهزة الرصد والكشف المبكر، إضافة إلى وحدة شبكات التسلح ووحدة المحركات وهي تختص في صناعة